السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. درس يومنا بفضل الله تعالى فائدة تسمى الكمكمة الكبرى، تنفع لكل مرض في الجسد. أي مرض بفضل الله تعالى سوف تزول بفضل الله تعالى. قبل ما نبدأ ما تنساش أخي الكريم تشترك في القناة ليصلك كل جديد، وفعل زر الجرس ودوس لايك وشير الفيديو لغيرك يستفيد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الفائدة تسمى الكمكمة الكبرى، تنفع لكل مرض في الجسد. تكتب في ورقة بيضاء وتذوب بماء وتشربها بفضل الله تعالى، وإن كتبتها في أناء طاهر في طبق أو صحن أو أي شيء طاهر بفضل الله تعالى، ومحتها بقليل زيت طيب، وادهن بها جسدك وادهن بها الجسد المكان الذي فيه العلة من العلل، فإنها نافعة بإذن الله تعالى، فإن الله يزيلها عنك بفضل الله تعالى هذه العلة وهذا المرض بفضل الله تعالى. وسوف أكتب أمامك هذا الكمكم بفضل الله تعالى، سوف أرسمه أمامك الآن. تكتبه في ورقة بيضاء بفضل الله تعالى وتذوب في الماء وتشرب منه، سوف تنتهي علتك وأي مرض في الجسد بفضل الله تعالى. وإن كتبتها في أناء ومحتها بزيت طيب ودهنت به مكان المرض أو مكان العلة فسوف ينتهي بفضل الله تعالى. تكتب به مسك وزعفران وماء ورد، تكتب به مسك وزعفران وماء ورد. تكتب في ورقة بيضاء وتذوب في الماء وتشرب منها بفضل الله تعالى، سوف تنتهي علتك بفضل الله تعالى. وإن كتبتها في أناء طاهر ومحتها بزيت طيب ودهنت به مكان الألم أو مكان العلة فسوف تنتهي بفضل الله تعالى.
وهذا هو الوفق المبارك. هذا هو الوفق المبارك بفضل الله تعالى. وهذا الوفق يسمى القمقمة الكبرى، تنفع لكل مرض في الجسد بفضل الله تعالى. أي مرض بإذن الله احتارت فيه الأطباء فسوف يشفيك منه ببركة الله. تكتب هذا الوفق المبارك في ورقة بيضاء من غير سطور في أي وقت بفضل الله تعالى، تكتبه بمسك وزعفران وماء ورد، تكتب في ورقة بيضاء وتضعها في الماء تذوب بفضل الله تعالى واشرب منها يزول مرضك. وإن كتبتها في أناء طاهر ومحيتها بزيت طيب ودهنت به مكان المرض فسوف يزول مرضك بإذن الله تعالى. تكتب في أي وقت بفضل الله تعالى، تكتب في أناء طاهر ثم تذوب به زيت طيب وتدهن به مكان المرض فسوف ينتهي بفضل الله تعالى. وإن كتبتها في ورقة ومحيتها بماء وشربت منها فسوف ينتهي مرضك والعلة تزول بفضل الله تعالى. وهذا هو الوفق المبارك بفضل الله تعالى.